تعرفت على يسوع ونلت سر المعمودية بسنة 2014. من 6 سنين. نعم مزبوط، من 6 سنين. في كتير اشياء تغيرت فيي، يعني قبل ما اتعرف على يسوع، قبل ما نال سر المعمودية، كنت انظر لالله نظرة مليانة خوف، يعني مثل كأنه جلاد جاي يلحقني بالكرباج، بده بس يجلدني، بده بس يأذيني على أي غلطة بعملها، على أي دعسة ناقصة. فبعدين وقت تعرفت على يسوع، تعرفت على هذا الإله اللي كله محبة، يعني اللي انصلب كرمالي أنا، إنه مين أنا لحتى إله، لحتى الله ينزل لعندي يتجسد ويقبل ينصلب لأنه بحبني، ويقبل يرجع يقوم لحتى يبررني. بس بذات الوقت، بالرغم من انه تعرفت على يسوع لهالقد بحبني، بالرغم من انه تعرفت على الروح القدس وعلى بي السماوي، وصار الله نظرتي بالنسبة لله بي مش جلاد، ضل في عندي شيء غريب. يعني راح الخوف، راح الخوف من الله، بس حل محل الخوف علاقة وثنية، يعني صار بدي عجايب من الله، صار بدي طلبات غريبة من الله، صرت حس انه هو بده مقابل مني. طب اوكي، ما انا صليت لك، ليه ما عم بتخليني الاقي وظيفة؟ طب ما انا ضويت الشمعة، ليه ما عم بتحقق لي هيدي الرغبة او هيدا الطلب؟ صار بدي احط الله بالكادر اللي انا بدي اياه، يعني انا اللي باليوم اللي انا بكون ظالمة حدا بدي الله يكون المحامي عني، باليوم اللي حدا ظالمني بدي الله يكون قاضي ضد هيدا الشخص، باليوم اللي انا مريضة فيه بدي الله يكون هو الطبيب لحتى يشفيني، حسب انا شو رغبتي بالحياة. بس من خلال فت على الايكول دو لافوا، مدرسة الايمان، كتير هون تغيرت نظرتي لله، تغير هالعلاقة الوثنية لايمان حقيقي بالله، جميل. نظرتي كتير اختلفت، صرت افهم انه انا مدرسة الإيمان بتشرحي لنا عنها شوي صغيرة، وبنوجه لها تحية كتير كبيرة. نعم. مدرسة الايمان هي اول سنه بتبلش كاتاشاز مع ابونا رمزي جريج، بعدين بيرجع بالسنين الباقيه بصير في مراحل تانية. باختصار مدرسه الايمان بتخليني انا شخصيا، خلتني مش بس اعرف عن يسوع، خلتني اختبر يسوع واعرف فوت بعلاقه حقيقيه مع يسوع، مع نشكر هذا الرب. انا بدي الاله وجه العظيم. التحيه لابونا رمزي جريج من هيدا السهره الروحيه، ونقول له رب يعطيك القوه والنعمه تكفي آمين. وتعلم وتصنع تلاميذ للرب، وهو زميلنا كمان بمحطه سات 7. أكيد. معنا